لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الأمني محمد فوزي اللامي عبر الهاتف في مدينة برلين الألمانية. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. طلبت الخارجية الأمريكية حكومة عبد المهدي بنزع سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق، برأيكم ما دوافع إصدار مثل هذه المطالب في هذا الوقت بالذات؟ يعني أولا هو يدخل في ضمن حزمة العقوبات التي ستشن على إيران بعد 4 أيام من قبل الأمم المتحدة ومن قبل حلفائها، وثانيا هو يؤكد حقيقة لطالما حاولت هذه الحكومة وهذه العملية السياسية من إخفائها أنه حاولوا دائما أن يصوروا للناس وللشعب العراقي أن هذه الميليشيات هي ميليشيات عراقية وتحظى بشرعية عراقية وتم تصدير إصدار لها قرارات. والمهم حاولت هذه الحكومة قدر الإمكان أن تصبغ هذه الميليشيات، ونتحدث عن ميليشيات الحشد الشعبي، بصبغة عراقية. اليوم جاء هذا الحديث الأمريكي ليوضح لنا وحسب رؤية وجهة نظر عالمية ومستندة على دراسة مؤسساتية ومعلومات أكيد استخباراتية بأن هذه الميليشيات تابعة لإيران وهي ذيل من ذيول إيران وهي ليست عراقية بالأصل. نعم، هل تتوقعون أن لدى حكومة عبد المهدي القدرة للحد من دور هذه الميليشيات، خاصة وأن الكثير من النواب في البرلمان الحالي يؤكدون أن الميليشيات باتت أقوى من الدولة؟ الحكومة الحالية هي أضعف حكومة مرت بالعملية السياسية ما بعد الاحتلال. نحن اليوم نتحدث عن حكومة أولا فاقدة للشرعية، الناس لم تنتخبها، ثانيا هنالك رئيس حكومة ضعيف جدا، وهنالك أحزاب كبيرة تسيطر. الأحزاب المسيطرة اليوم هي أحزاب التي تحتوي الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي، كانت قبل مستلم الملف الأمني، اليوم تطورت إلى وضع سياسي وتدخلت في الانتخابات وتمتلك أغلبية في البرلمان. فلا توجد هنالك أي إمكانية لا من ناحية قانونية ولا من ناحية تشريعية ولا من ناحية تطبيقية لهذه الحكومة أن تحد من نشاط هذه الميليشيات. نحن نتحدث عن ميليشيات الحشد الشعبي تمارس دور اليوم أكبر من دور الدولة وأقوى من الدولة هي ومن وزارة الدفاع والداخلية. يعني تتوقعون أن هذه الشروط لن تلتزم بها بغداد؟ هو بالنتيجة أنا أتوقع بأن إيران سوف تختار العراق وسوريا بما يخص الموضوع الأمريكي، سوف تكون المصد والدرع الأول، ولذلك قد نشهد هنالك تحركات شائنة من قبل هذه الميليشيات وهي التي اليوم ابتدأت بزعزعة الأمن ومحاولة فرض الجغرافيا. اليوم هذه الميليشيات الجغرافيا أهم من السياسة لديها كون إيران تريد ذلك، فقد نشهد بداية المشاكل في العراق والحدود السورية لكسب الوقت لصالح إيران. كان صرح وزير الدفاع الأمريكي بأن إيران تشعل الحرب في المنطقة من خلال وكلائها في الشرق الأوسط، إلى أي مدى تستطيع هذه العقوبات الأمريكية على طهران أن تحد من تدخلات إيران في المنطقة وكذلك أذرعها؟ يعني أولا الوضع الإيراني ليس بالوضع القوي لا اقتصاديا ولا سياسيا، مرت بأزمات كبيرة بالفترة الأخيرة. هذه حزمة العقوبات المتكونة من 12 نقطة حزمة قوية جدا، والطرف المتكفل بها الطرف الأمريكان والمجتمع الدولي يجتمع معهم، لذلك سوف تجعل من إيران حقيقة، إيران سوف لن تصدر النفط بنسبة الصفر، هذا سوف يكسر ظهر اقتصاد إيران. فنحن أمام سيناريوهات، والأمريكان قالوا بأننا إذا لم نجد هذه سوف تنفع سوف نتجه إلى الحل العسكري. أمامنا سيناريوهين الآن، إما إيران أن تخضع لهذه الشروط، وإذا خضعت فهو الموت السريري لإيران، سوف تكون إيران دولة تابعة في داخل إيران ضعيفة ليست لديها ذيول خارجية، وإما أن تحاول أن تتحايل ولن تنفذ، وسوف نواجه الحل العسكري بقوة عظمى أعظم من إيران، وفي الحالتين إيران سائرة نحو الهاوية وإيران سائرة نحو النهاية. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.